لا تفوتوا عروض أيام الخير من فورد، وابحثوا الآن عن فورد رمضان. هذه النشرة برعاية فورد عمان. يبدأ منتخبنا الوطني الأول للهوكي مساء اليوم المعسكر الإعدادي الأول بمسقط بمشاركة 27 لاعبا من مختلف أندية السلطنة. أطلقت مرسيدس بنز عمان أسبوع الصيانة في صلالة لمساعدة عملائها على الاستعداد للاستمتاع برحلاتهم خلال موسم الخريف المقبل. منظمة العمل الدولية تؤكد وجود 85 مليون طفل يعملون في أعمال خطرة من أصل 168 طفلاً عاملاً حول العالم. لمزيد من الأخبار تابعونا على تويتر وفيسبوك إنستغرام وسناب شات.